يا جميع من ادعى بدعا واهواء بلا برهان، جاءتكم سنية مامونة من شعر ذريب معاني. هل الوسائل الدعوية توقيفية على الكتاب والسنة أم اجتهادية؟ نرجو التوضيح. أما الوسائل الدعوية فأنا الذي يظهر لي أن الدعوة نفسها توقيفية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة نفسها توقيفية. أما الوسائل فلا بأس بالوسيلة ما لم تخالف الكتاب والسنة، إذا خالفت الكتاب والسنة فهي تعتبر طاغوتية والله المستعان. ما حكم التمثيل ومن يقول به بأنه وسيلة مباحة؟ أنصح بالرجوع إلى ما كتبه الأخ بكر النعم بن عبد الله أبو سيد، فكتابته كافية وكافية